واحنا بنتكلم على زكريا الوردي وبنتكلم على المستشار وبنتكلم على الزمالك وبنتكلم على الاهلي، مش واخدين بالنا من حاجه مهمه قوي بتحصل في كره القدم وحاجه مهمه بتحصل في الدوري المصري. فاحنا السنه دي كده غفلانين عنها، كنا واخدين بالنا منها السنه اللي فاتت، ولكن السنه دي كده تحس فيه غفله عنها. ايه هي الحاجه اللي احنا غفلانين عنها ومش واخدين بالنا منها؟ جمهور نادي الزمالك. جمهور نادي الزمالك ما زال بيصنع الملحمة، جمهور نادي الزمالك ما زال بيعطي دروس للبعض، جمهور نادي الزمالك يعني يمكن هو العنصر الأهم في المنظومة كلها اللي احنا مش واخدين بالنا منها. ليه أنا بقولك كده؟ بقولك كده لأن باب حجز التذاكر بتاع الزمالك وبيراميدز، باب الحجز على موقع تذكرتي تم فتحه من 10 ل 12 دقيقة. من 10 ل 12 دقيقة. هوب مرة واحدة لقينا عيل ملوش لازمة هو بيتعمل له بلوك على اليوتيوب ودخل أوضة الفراخ يقعد مع مامته تأكله الفراخ وتزغطه زي ذكر البط. جمهور نادي الزمالك من 10 ل 12 دقيقة التذاكر خلصت. إيه الإبداع ده؟ إيه الجمال ده؟ ايه الروعة دي؟ انا اقدر ادخل في 10 مواضيع في وقت واحد واعمل لواحد بلوك وانا بتكلم وارجع تاني اكلمك على عظمة جمهور نادي الزمالك وجمال جمهور نادي الزمالك. فجمهور نادي الزمالك بصراحة يعني ان شاء الله باذن الله الدوري الثالث ان شاء الله باذن الله هيكون من نصيبنا، وهيكون الفضل الاول هيكون لجماهير نادي الزمالك العظيمة. فكل التحية للرجالة اللي حجزت التذاكر وما خلوش تذاكر لحد، وان شاء الله بإذن الله بإذن الله يكون ليه دور في فوزنا على بيراميدز. وانا اثق في جمهور نادي الزمالك وفريرة، بس يعني فريرة يرجع لتلاتة اربعة تلاتة، يعني مش عاوز يلعب اربعة تلاتة تلاتة، ارجع لتلاتة اربعة تلاتة. انما والنبي يا عم جدي احنا بنحبك وانت مدرب عبقري، وساعات كده يقول لك العبقري دماغه بتبص تلاقيها هبت منه. يعني ساعات كده العبقري ده يقول لك تلاقي الاوضه بتاعته مش متروقه، تلاقيه من كتر ذكائه يعمل موقف غريب، يعمل موقف عجيب. فعلى راي المعلم ميدو الشرقاوي، المعلم جدي نفسي بس يهدى كده ويركز 3 4 3 او 4 3 3، والله العظيم ما في فرقه في الدوري هتقف قصادك. والحمد لله كل اللعيبه موجوده في مباراه بيراميدز، ولكن ما عدا ابراهيم نضاي اللي قدامه من 10 ايام لاسبوعين، والونش اللي طبعا ربنا يعينه، دول اعتقد يعني الاصابتين اللي هم مطولين معانا شويه، ولكن الباقي كله موجود. ممكن تبص تلاقي دونجا موجود في قائمة المباراة، فانت عندك اكتر من لاعب ان شاء الله باذن الله هيكونوا موجودين في تشكيلة نادي الزمالك. سيف الجزيري موجود في التدريبات وجاهز، وتبقى وجهة نظر فريرة هل هيعمل معاه زي ما عمل مع سامسون ولا هيدخل سيف الجزيري عشان هو محتاجه. فريرة لا تأمن دماغه، هو ليه دماغ كده غريبة يقعد يعمل لك كده وخلاص. فكل التوفيق لفرقتنا، ماتش صعب جدا جدا امام بيراميدز، فريق محترم وفريق قوي. وسمعت ان عبد الله السعيد اتخانق مع مصطفى فتحي في غرفه خلع الملابس، وعبد الله السعيد ما بين الشوطين قال لهم والله ما انا لاعب، وراح واخد الشنطه بتاعته وخد العربيه بتاعته وروح بيته. طب والماتش عبد الله السعيد؟ بس يا عم انت مش لاعب. عبد الله السعيد مش من اللعيبه ده، اذا صحت هذه المعلومه، انا لغايه دلوقتي ما اعرفش صحتها، يعني مش عارف انتم عارفين يعني هل المعلومه دي مؤكده ولا لا، انا ما سالتش عليها بصراحه. ولكن عبد الله السعيد عمره ما عمل كده، لا في الاهلي ولا في بيراميدز ولا في منتخب مصر. فايه اللي يخلي مصطفى فتحي يخرج عبد الله السعيد عن شعوره؟ هو بيني وبينك بدون ما حد يسمعنا، يعني مصطفى فتحي خرج جمهور نادي الزمالك عن شعوره، فمش هيخرج عبد الله السعيد يعني عن شعوره. فانا من بدون ما اعرف اي حاجه، عبد الله السعيد هو كابتن بيراميدز، عبد الله السعيد لعيب هادي، لعيب محترم، لعيب مؤدب،
عمر ما عبد الله السعيد ده شفته عمل مشكله ولا اتخانق مع حد. ان يعمل مشكله مع مصطفى فتحي اللي لسه جاي بيراميدز، يبقى الواد بسله هو اللي ايه، هو اللي زعل عبد الله السعيد. وكل التحيه والاحترام والتقدير لعبد الله السعيد يا عم، ده مصطفى فتحي زملكاوي. مصطفى فتحي بالنسبه لي لا ادعمه ولن ادعمه اطلاقا، يعني ده لعيب دفع فلوس من جيبه عشان يمشي من نادي الزمالك، ما يفرقش معايا يعني. صحيح التعاون لسه ما بعتش الفلوس، التعاون لسه ما بعتش الفلوس، ولا اللي اكل الفلوس على الزمالك؟ عيب عليكم، عيب عليكم، ده انتوا في دولة محترمة بنحبها، عيب عليكم، ده انتوا على ارض الرسول، انتم على ارض الرسول، عيب تاكلوا فلوس الناس يلي موجودين على ارض الرسول، عيب، عيب ما تدفعش حقوق الناس، عيب تاخد اللعيب وتوديه اعاره وتاخد منه فلوس وما تبعتش حقوق الناس، عيب يا ظالم يا نادي ظالم، عيب يا اسوأ نادي موجود على ارض المملكه اللي كلنا بنحبها وبنحترمها، عيب، ده انتوا على ارض الرسول، ده انتوا على ارض الرسول تاكلوا فلوس الناس، عيب عليكم، عيب يا اللي هربتوا كارتيرون قبل نهائي دوري ابطال افريقيا، عيب عليكم، عيب، ده انتوا نادي اقسم بالله العظيم من اسوأ الانديه في المملكه العربيه السعوديه، وان شاء الله باذن الله نادي التعاون السعودي باذن الله هنشوفه باذن الله الموسم ده، وافتكروا كلامي، في الدرجه الثانيه المكان اللي يستحقه هذا النادي اللي مش كويس، هيكون في المركز اللي يستحقه، عيب، عيب، واقولها لك مره تاني، عيب يا اللي موجودين على ارض الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي عمره ما اكل فلوس حد، اللي عمره ما نهب حق حد، عيب عليكم، اتعلموا من القدوه بتاعتنا كلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلي على ارض الرسول، يلي بتاكلوا فلوس الناس. اتمنى تعمل لايك وشير، اتمنى صوتي يوصل، ما انا لو صوتي بيوصل هيكون كلامنا مؤثر، هيكون رسالتنا مؤثره، اتمنى تعمل لايك وشير لعل وعسى واحد في التعاون السعودي كده يكون قاعد لابس الجلابيه البيضاء يقول لك هذا الولد محمد ضايقني، سوف ارسل لهم 400,000 دولار ولن يتكلم هذا مثل محمد مصطفى. يا عم ماشي، بس ابعت الفلوس، ابعت الفلوس ياللي بتاكلوا فلوس الناس وانتوا على ارض الرسول على الارض الطاهره. طيب ده بالنسبه لخناقه مصطفى فتحي و عبد الله السعيد.